تسجيلات الجبالي. تسجيلات الجبالي. تسجيلات الجبالي بإدارة أمجد الجبالي. جبالي. ريكوردينج جبالي. وإن شاء الله يا رب ما بنشوف شر ولا وباء ولا كورونا ولا غيره. الله يسلمنا كلياتنا يا رب. ترحيب خاص بالبداية لحبايبنا أهل أريحة ميت، أهلا وسهلا بيهم أبو محمد الجماعة حيهم الله. طبعا أهلا وسهلا بالجميع على رحاب آل سالم الكرام مخيم طول كرم، والحمد لله إنها بدايتي بعد الكورونا في مخيم طول كرم. أنا مبسوط كثير كثير في هذه اللحظة. تحياتي للجميع. بنبارك لعريسنا وحبيبنا الغالي أبو قصي، إن شاء الله ألف مبروك، إن شاء الله تعود الأفراح والليالي الملاح على مخيم طول كرم وأهل المخيم الأجويد الأفاضل. ترحيب لملك اليوتيوب حبيبنا الغالي الجبالي، كل الحب لصوتيات حبيبنا الغالي الطيب والطعم. حيوا معانا شاعر المجز واليرغول، غول القصب أبو عزام، الشيخ أبو عزام، وكيسر الأرقاد الإمبراطور محمود علاوني، حياكم الله. وللحدك أمجد الجبال الدع سلام، أخوكم الصغير يعقوب أبو حبيب، كم موال عيون الحاضرين وأهلا وسهلا بكم. حبيبي قبل هل يا ويلي يا ويلي يا ولا رسول الخير رسول الخير يا ولا رسول الخير عط الاخبار واعلام للارفع لاحلى المخيم رايات واعلام الله يا شيخ الله يا ولا رسول الخير حط الخبر يا ولا معلام لنرفع لبن سالم رايات وعلام والله يا ابو قصي لا حلكون درا يا ولا معلام انت حبيبي واغلى من الذهب أول بشر يا طيريش أول بشر يا طيريش إش قالوا لك الحلوين بعد أمي الله الله اذبح جلو ونبوك أين سروجي عيوني الحلف ما ذوق قهوتهم وظنها الحلف ما ذوق قهوتهم يا ول وبنها حتى تحكموا بين وبن الهوى والله يا ابو كمال بجاح السيد العذراء يا ولو بها ترجع لي ولي في بعد الاغيا هوا اوف 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 الله Yeah.
يظل يطير الطاير عاريح رحلهم يطير الطاير عاريح رحلهم يا ويل خلف جبال بالعالي يا ابو عزام رحلهم هلا كل ما اقول يا ابو محمد هلا كل ما اقول يا قشقش ويا فوري يا ويل رحلهم ولا قلهم لاحقني على البواب يا ولين المال وحداه فاصل استوديو عمرو سلام عيونك يا جمر الله 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 يا شيخ يا والمبارك يا والمبارك يا والمبارك يا ولي عيني يا ابو جراح مبارك وكل عام وانتم بخير بعد امي ان معريسنا بضيافه العم ابو اكرم سالم السنه واخوانا الاستاذ عيسى حمدان وابو رافت الديسو في النرويج وطالب كل السلامات يا والجارك يا والجارك يا ولا نجراك يا ابن سالم يا اغلى الاحباب هات يا ابو هات هات طيب حبايبنا لف الدحية حلوة صغيرة قبل استقبال العريس بدنا المشاركة من الجميع أبو داود الخولي منور يا حبيب قلبي منور أهلا وسهلا بالجميع على أرحاب أبناء المرحوم كمال سالم وآل سالم الكرام